بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. كتاب الكبائر للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الدرس 18. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في أخوة الإسلام وحق المسلم على المسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الباب الأخير من هذا الكتاب المبارك، كتاب الكبائر، وهو باب الأخوة في الإسلام، حق المسلم على المسلم. تضمن مسألتين: المسألة الأولى الأخوة في الإسلام، المسألة الثانية حق المسلم على المسلم. ما الأخوة في الإسلام؟ فإن الله سبحانه وتعالى جعل المؤمنين إخوة، أخوة لا في النسب وإنما بالإيمان، إنما أخوة بالإيمان. فالإيمان يجمع بين العربي والعجمي، ويجمع بين الغني والفقير والذكر والأنثى والحر والعبد، دون نظر إلى الأنساب أو إلى المال أو إلى الجاه، وإنما النظر إلى شيء واحد يتآخون فيه وهو الإيمان. وهذا واجب، فالمؤمن أخو المؤمن من أول الخلق إلى آخر الخلق. ولهذا يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فالمؤمنون إخوة في الماضي والحاضر والمستقبل، لا تنفصم هذه الأخوة. إلى أن تقوم الساعة، الله جل وعلا قال: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فكانوا في الأول قبل الإسلام كانوا متعادين، متقاطعين، تناحرين، متباغضين، فلما جاء الإسلام وحد بينهم بالإيمان، أصبحتم بنعمته إخوانا. كانوا من قبل أعداء، اذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء، فانقلبت هذه العداوة إلى أخوة. ما الذي قلبها؟ الذي قلبها هو الإيمان. فهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى، اذكروا نعمة الله عليكم، من عليهم بهذه النعمة بأن ألف بين قلوبهم. ولا يؤلف بين القلوب إلا الله، لا أحد يستطيع أن يؤلف بين القلوب مهما فعل إلا الله جل وعلا الذي خلقها. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم، ألف بينهم بالإيمان. فالأخوة بين المؤمنين ثابتة وراسخة،
ما دام الإيمان موجودا لا يزحزحها شيء إلا الكفر، إلا الكفر بالله عز وجل، هذا هو الذي يقطع الأخوة. أما المؤمن، المؤمنون، فإنها لا تنقطع الأخوة بينهم، وإن حصل بينهم سوء تفاهم أو حصل بينهم خلاف فإنهم إخوة ويعملون على إزالة هذا العارض، يعملون على إزالته بسرعة. ولهذا سورة الحجرات كلها في هذا الموضوع، نهى الله سبحانه عن كل ما يؤثر على هذه الأخوة. أولا، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، وهذا فيه الحذر من النمامين، إن النمام الفاسق الذي يحرش بين المسلمين ليوقع العداوة بينهم، لكن الله جل وعلا قال تبينوا يعني تثبتوا، دل على أن هذا موجود، أن هناك نمامين يسعون بالوشاية بين المسلمين. فالواجب على المسلمين أن يتثبتوا من خبر هذا الفاسق، سماه الله فاسقا، والفاسق لا يقبل خبره حتى يتثبت منه. فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة، أي لئلا تصيبوا قوما بجهالة اعتمادا على خبر هذا الفاسق، تصبحوا على ما فعلتم نادمين. من الأول تدارك هذا الأمر. ثم لو حصل بين المسلمين اختلاف وقتال، حصل قتال، الذي يقاتل المسلمين هذا باغي، الذي يقاتل المسلمين هذا باغي، يجب أولا أن يسعى بالصلح بين المتقاتلين من البغاة وأهل العدل، يسعى بالصلح لقطع هذا النزاع. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإذا لم تقبل الفئة الباغية الصلح فقاتلوا التي تبغي، انضموا مع الفئة العادلة وقاتلوا الباغية حتى تفيء إلى أمر الله، أي ترجع، ترجع عن بغيها وعدوانها إلى ساحة الإيمان والتآخي. قاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، يستمر القتال معها حتى ترجع، فإن فاءت أي رجعت فأصلحوا بينهما بالعدل، العدل بين هؤلاء وهؤلاء، لا يحيث مع طائفة دون طائفة، بل يتبع العدل. وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة، فأصلحوا بين أخويكم، إذا كانوا إخوة فيلزم الإصلاح بين الأخوين، اتقوا الله لعلكم ترحمون. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، اتقوا الله لعلكم ترحمون. ثم نهى عن السخرية، من أسباب الفرقة والعداوة أن تسخر بأخيك، لأن هذا يوجب الفراق والعداوة، شحن الأنفس بالبغضاء. لا يسخر قوم من قوم،
ما دام أنه مؤمن فلا تسخر منه، لأن الله أكرمه بالإيمان. وربما يكون فقيرا أو مظهره ليس مظهرا مرغوبا للناس، لكن عنده الإيمان. العبرة ليست بالمظاهر، العبرة بما في القلوب. ورب من تسخر منه يكون خيرا منك، لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن. السخرية يجب أن تنقطع بين المؤمنين، وأن يجل بعضهم بعضا ويحترم بعضهم بعضا مهما اختلفت مظاهرهم ومهما اختلفت مناصبهم ومراتبهم، فهم إخوة. فالسخرية كبيرة من كبائر الذنوب، السخرية بأخيك المسلم أخيك المؤمن كبيرة من كبائر الذنوب. ثم قال: ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. كذلك من أسباب العداوة وإثارة الإحن تنابز باللمز، لمز المؤمنين، لمزهم بالتنقص، لمزهم بالتنقص. إنما هذه صفة المنافقين الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين. صفة المنافقين هم الذين يلمزون، حتى لمزوا النبي صلى الله عليه وسلم: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. اللمز تنقص الناس، ويل لكل همزة لمزة، كثير اللمز للناس، تلمس عيوبهم. ما أحد كامل، الكمال لله سبحانه وتعالى، يوجد في المؤمن بعض العيوب وبعض النقائص، لكن ما معه من الإيمان يستر ويضفي على هذه النقائص. ولا تنابزوا بالألقاب المكروهة. اللقب هو ما أشعر بمدح أو ذم. إن كان اللقب يشعر بالمدح فهذا طيب، وإن كان اللقب يشعر بذم فتجنبه. ولا تنابزوا بالألقاب التي تشعر بالذم، تجنب هذا، أن تلقب أخيك بلقب يكرهه ويشعر بالذم، أو تلقب إخوانك الجماعة الفلانية تلقبها بلقب يتنقصها. هم إخوانك مهما اختلفت معهم فهم إخوانك، والواجب إزالة هذا الاختلاف والرجوع إلى الحق. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ثم قال جل وعلا: بئس الاسم الفسوق. سمى هذا فسوقا، تنابز بالألقاب من الفسوق والخروج عن طاعة الله عز وجل. ثم قال: ومن لم يتب، من لم يتب من هذا التنابز فأولئك هم الظالمون. حصر الله الظلم فيهم لشدة جرمهم، الذين لا يزالون ينبزون إخوانهم بالألقاب التي تشعر بالذم هم الظالمون، ظالمون لإخوانهم، لأن الظلم كما سبق منه نوع يكون بين الناس، يجب أن لا تظلم الناس. ثم نهى، ثم أمر باجتناب كثير من الظن. الظن
لا تسيء الظن بإخوانك، لا قال صلى الله عليه وسلم: الظن أكذب الحديث، الظن أكذب الحديث. فلا تسيء الظن بإخوانك المؤمنين ما دام لم يتحقق لديك شيء، فإنك لا تسيء الظن بهم. الأصل في المسلم، الأصل في المسلم العدالة والخير، فلا تسيء الظن به، اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، اجتنب الكثير لئلا تقع في الإثم القليل، اجتنب الكثير من الظن وأحسن الظن بإخوانك المؤمنين. ثم قال: ولا تجسسوا، لا تبحث عن عورات إخوانك، لا تفتشها، لا تنقب عنها، اغفل عنها. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. نهى أيضا عن الغيبة، وهي ذكرك أخاك بما يكره في المجالس. إذا علمت عليه نقصا فناصحه، ولا تتحدث عنه في المجالس، هذه غيبة، والغيبة كبيرة من كبائر الذنوب. ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا، اتقوا الله إن الله تواب رحيم. ثم أرجعهم إلى الأصل، لا فضل لهم من ناحية الأصل، لا فضل لبعضهم على بعض من ناحية الأصل، كلهم بنو آدم، وإنما تفاضلهم بالتقوى، أما من ناحية الأصل كلهم آدميون، عربهم وعجمهم وذكورهم وإناثهم وأحرارهم وعبيدهم كلهم من بني آدم، لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل، الشعوب للعجم والقبائل للعرب، لأي شيء؟ للتفاخر؟ لا، جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا فقط، للتعارف، تعرف أنك من القبيلة الفلانية وأنك من بني فلان، كل واحد يعرف نسبه، هذا لا بأس به، تعلم الأنساب من أجل التعارف والتواصل هذا لا بأس به، بل هو شيء طيب. أما معرفة الأنساب ودراسة الأنساب لأجل التفاخر فهذا لا يجوز، هذا من أمور الجاهلية، لتعارفوا. ثم قال: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فليس الفضل في النسب، إنما الفضل في التقوى، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى. هذا مأخوذ من قوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. هذه سورة عظيمة، دستور للمسلمين يمشون عليه فيما بينهم، لو أنهم رجعوا إلى هذه السورة وعملوا بها لزال ما بينهم من الحزازات ومن الاختلافات ومن ولتحققت الأخوة الإيمانية بينهم. نعم. وقول الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. هذا أخذنا، انتهينا منه. نعم. وقوله تعالى: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. هذا كقوله تعالى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم، هذا فيها أن الله يحب سبحانه، هذا من صفات الله جل وعلا أنه يحب المؤمنين والمتقين والمحسنين والمتطهرين، يحبهم ويحبونه، وهم يحبون الله جل وعلا حبا شديدا، أحب من غيره، لا تعدل محبتهم لشيء أبدا محبتهم لله عز وجل،
لا تعدل محبة الله، وهذا من أعظم أنواع العبادة. محبة الله هي أعظم أنواع العبادة، والعبادة مبنية على محبة الله. وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده، هما قطبان وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان، كما يقول ابن القيم رحمه الله. يحبهم ويحبونه، من صفتهم، وهذا محل الشاهد، أنهم أذلة على المؤمنين، يذلون لإخوانهم ويتواضعون لهم ويكرمونهم، هذا محل الشاهد من الآية. أذلة على المؤمنين، أعزة أي أقوياء الجانب، أقوياء الجانب على الكافرين، هذا فيه الولاء والبراء، الولاء للمؤمنين والبراء من الكافرين. نعم. وفي الصحيح: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام أفضل. في الأيام الأخيرة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته، قال: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا اتخذت أبا بكر خليلا. والخليل هو الذي نال أعلى درجات المحبة، وأبو بكر هو أفضل الأمة، وهو الذي ناصر النبي صلى الله عليه وسلم من أول بعثته إلى أن توفاه الله، وبعد موته ناصر هذا الدين وقمع الردة، ثبت الله به هذا الدين. مواقفه رضي الله عنه مواقف عظيمة، مواقف الجبال الرواسي، ولهذا أحبه النبي صلى الله عليه وسلم حبا شديدا. ولولا أن رسول الله خليل الله جل وعلا، قال: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فمحمد صلى الله عليه وسلم خليل الله، والخلة لا تقبل الاشتراك، لا تقبل الاشتراك، فلذلك يجب تخليصها لله عز وجل. لذلك قال: أخوة في الإسلام. فالرسول صلى الله عليه وسلم هو أخ لأبي بكر الصديق بالإيمان، هذه منقبة لأبي بكر رضي الله عنه، منقبة عظيمة نالها أبو بكر رضي الله عنه. وهذا محل الشاهد من الحديث، أن الإيمان يقتضي أن نكون إخوة، أن الإيمان يقتضي أن نكون إخوة فيما بيننا. وهذه الأخوة للنبي صلى الله عليه وسلم نال بها أبو بكر الصديق الشرف على غيره، ففاز بها رضي الله عنه. أخوة في الإسلام أفضل. هل الأخوة في الإسلام أفضل من الخلة؟ لا، الخلة أفضل، لكن كلمة أفضل ليست للتفضيل، لأن أفضل تأتي أحيانا على غير بابها، مثل: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، أليس الله بأحكم الحاكمين، فتأتي أفضل على غير بابها، ليس لها طرف آخر. وهذا هو المراد هنا، والله أعلم. نعم. وعن أبي موسى رضي الله عنه مرفوعا: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. أخرجاه. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، يعني أن المؤمنين يتعاونون فيما بينهم، ويكمل بعضهم نقص الآخر حتى يصبحون كالبنيان المترابط. البنيان تكون من
اللبنات، تكون من اللبنات، فإذا ترابطت اللبنات ترابطا تاما قام البنيان واشتد، وإذا اختلت اللبنات اختل البنيان. كذلك المؤمنون يجب أن يكونوا كالبنيان حينما يكون البنيان مستقيما ومترابطا فإنه يشتد ويقوم وينتفع به ويبقى. أما إذا اختل ما بين اللبنات في البنيان سقط البنيان أو اختل ولا ينتفع به ولا يبقى. فهذا تشبيه بليغ من النبي صلى الله عليه وسلم، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ويقوم ويتماسك. نعم. ولهما عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما مرفوعا: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وهذا حديث آخر فيه مثل آخر ضربه النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنين فيما بينهم. مثل المؤمنين في توادهم، محبة بعضهم لبعض، وتراحمهم، رحمة قويهم لضعيفهم، وتعاطفهم، عطف بعضهم على بعض، كمثل الجسد الواحد، جسد الواحد للحيوان أو للإنسان، إذا اشتكى منه عضو، إذا اشتكى عضو من الجسد أصابه مرض، أصابه ألم، فإنك تجد الجسم كله تأخذه الحمى والسهر، مع أن بقية الأعضاء سليمة ليس فيها شيء، لكن لكون عضوا واحدا منها أصيب فإن بقية الأعضاء تتألم لألمه، ويسهر الإنسان لأجل بعضه، لأجل وجع في بعضه كالضرس مثلا أو الأصبع أو العين، ربما يكون شيء صغير يتألم فالجسد كله يتألم، كله يتألم. هذا مثل بليغ ضربه النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنين، أنهم إذا حصل على أحد منهم نقص أو مصيبة، حصلت له مصيبة، فإنهم يتألمون لألمه ويشعرون بشعوره. أما من يفرح على أخيه بالمصيبة ويفرح على أخيه بالنازلة فهذا نقص في إيمانه، هذا ناقص الإيمان أو ليس عنده إيمان أصلا، إنما يفرح بهذا المنافقون، إن تصبكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا به، هذا شأن المنافقين. المؤمنون فإنهم يتألم بعضهم لبعض، ولا يكفي أنه يتألم فقط بل يسعى في إزالة هذا الألم عن أخيه، يسعى في إزالة، إن كان في هذا الألم في ماله يواسيه، إن كان هذا الألم في بدنه يرقيه بالرقية الشرعية أو يعالجه إن كان يحسن العلاج، أو يسعى في علاجه في المستشفيات، فلا يتركه بل يقوم بإزالة هذا الألم عنه. هذا من أبلغ الأمثال التي ضربها النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين والمؤمنين فيما بينهم. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تناجشوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، التقوى هاهنا. وأشار إلى صدره ثلاث مرات
بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، رواه مسلم. هذا حديث عظيم ومنهج يسير عليه المسلمون فيما بينهم، يتجنبون ما يضر إخوانهم ويسعون فيما ينفعهم. فالمسلمون كالنفس الواحدة وكالجسم الواحد وكالبنيان الواحد. فهذا حديث عظيم ومنهج قويم يسير عليه المسلمون فيما بينهم، نأخذه جملة جملة. نعم. قال: لا تحاسدوا. لا تحاسدوا، الحسد داء قديم، داء قديم، والحسد هو تمني زوال النعمة عن المنعم عليه، يتمنى زوال النعمة على أخيه التي أنعم الله بها عليه. أما لو تمنى مثلها هذا ليس بحسد مذموم. لو تمنى أن يكون مثل أخيه العالم، يكون مثل أخيه العابد، مثل أخيه المتصدق والمنفق، هذه تسمى الغبطة، هذا شيء طيب. فإذا تمنيت أن يكون لك مثل ما لأخيك لأجل أن تحسن، لأجل أن تحسن به مثل ما أحسن، فهذا شيء طيب وأنت شريكه في الأجر، لك مثل أجره، يكون لك مثل أجره. قال صلى الله عليه وسلم: فهما في الأجر سواء. إنما الحسد المذموم هو تمني زوال النعمة عن المحسود، سواء حصلت له أو لم تحصل، المهم أن تزول هذه النعمة عن أخيه، هذا هو الحسد المذموم. وأول ما وقع الحسد من إبليس لعنه الله، حينما حسد أبانا آدم عليه السلام، وماذا جر عليه الحسد والعياذ بالله؟ جره إلى الكفر، إلى أن كفر، فسق عن أمر ربه، أبى أن يمتثل أمر الله بالسجود لآدم، حمله الحسد على الكفر والخروج عن طاعة الله عز وجل، وجر عليه غضب الله ولعنته وعقابه، وأنه صار قواداً لكل شر، يدعو إلى النار ويدعو إلى الضلال ويدعو إلى الكفر ويدعو إلى الفجور والفسق، هذه مهنته. كل هذا بسبب الحسد، الذي سبب له هذا هو الحسد. أما لو أنه سجد مثل الملائكة طاعة لله سبحانه وتعالى لما زالت عنه هذه النعمة، وصار إلى هذا المصير المؤلم. كذلك ابن آدم، أتلو عليهم نبأ ابني آدم، حسد أحدهما الآخر، تقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، قال: لا أقتلنك، حدده بالقتل حسدا منه، ثم آل به الأمر إلى أن نفذ وقتل أخاه، وصار ما صار. وأخبر صلى الله عليه وسلم أنها ما قتلت نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. كذلك الحسد سبب لبني إسرائيل الكفر والعياذ بالله، لما حسدوا نبينا صلى الله عليه وسلم وحسدوا هذه الأمة على ما أعطاهم الله من فضله، وكفروا بالرسول صلى الله عليه وسلم وهم يعلمون أنه رسول الله ويعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإنما حملهم الحسد فنالوا لعنة الله وغضبه، نسأل الله العافية، بسبب الحسد. هذا ما يجره الحسد، فعلى المسلم أن يحذر من الحسد. قال صلى الله عليه وسلم: دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد،
والبغضاء، حسد والبغضاء، فهو داء قديم كما سمعنا أنه من عهد آدم عليه السلام. نعم. ولا تباغضوا. ولا تباغضوا، الواجب العكس، التحاب بين المؤمنين، المؤمنون يحب بعضهم بعضا بدل التباغض. لا تباغضوا، يعني لا تعملوا أشياء تسبب التباغض بينكم، اجتنبوا الأشياء التي تسبب التباغض كالغيبة والنميمة والظلم وغير ذلك، اجتنبوا ما يسبب التباغض بينكم. نعم. ولا تناجشوا. ولا تناجشوا، النجش هو الزيادة في اللغة، النجش هو الزيادة في اللغة، والمراد به هنا الزيادة في سوم السلعة، سلعة معروضة في المزيد للبيع والحراج، فيأتي إنسان لا رغبة له في شرائها وإنما يسومها ليرفع السعر على من يريدها، إما لينفع صاحب السلعة أو ليضر المشتري، هذا منهي عنه. لا تناجشوا، إن كان لك رغبة في السلعة فزد فيها ما دامت معروضة للزيادة، زد فيها، إن لم يكن لك فيها رغبة فاتركها ولا تناجش فيها من أجل مضرة أحد أو منفعة أحد، هذا التناجش. وهذا مع الأسف كثير اليوم بين المسلمين، ربما إذا جلب الجالب السلعة اشتركوا فيها وقالوا لأحدهم تسومها أنت ونحن نسكت ولا نزيد فيها، من أجل أن يبيعها برخص، يتآمرون عليه ولا يزيدون في السلعة حتى يضطر إلى بيعها بأرخص سعر، ثم يشتركون فيها. هذا من النجش أيضا، هذا من النجش ومن الضرر بالمسلم، ويمنعون الناس أنهم يزيدون فيها، يقول له لا تزيد ونحن نعطيك منها بس لا تزيد ترفعها علينا. نعم. ولا تدابروا. ولا تدابروا، التدابر هو الإعراض، لا يعرض بعضكم عن بعض عند اللقاء، عند السلام، وعند بل يقبل بعضكم على بعض بالبشاشة والسرور والاطمئنان، فإن هذا مما يريح القلوب ويزيل الشحنة منها، حينما تسلم على أخيك وتقبل عليه يزول ما في نفسه، حينما تعرض عنه فإنه يتأثر ويكون في نفسه شيء. نعم. ولا يبع بعضكم على بيع بعض. ولا يبع بعضكم على بيع بعض، هذا من نفي الضرر عن المسلمين. إذا إنسان باع سلعة بثمن، باع سلعة بثمن وشرط له الخيار مدة يوم يومين، شرط الخيار، وجاء واحد وقال له افسخ البيع وأنا أخذها منك بأزود مما شراها منك، هذا بيع على بيع لا يجوز، هو باع لكن شرط الخيار ليتروى في هذا البيع هل يمضيها أو لا، هذا البيع. فلا يأتيه أحد يقول له افسخ، خذ بالخيار وافسخ وأنا أشتريها منك بأكثر من هذا، هذه ناحية لا يشتري على شراء أخيه. أما لا يبع على بيع أخيه العكس، يبيع سلعة بثمن ويجعل مدة للخيار ثم يذهب إلى المشتري، يذهب هذا المفسد إلى المشتري ويقول له افسخ البيع وأنا أبيع عليك سلعة أرخص منها، أبيع عليك سلعة أحسن منها وأرخص منها، افسخ البيع مع فلان، هذا هو البيع على البيع. نعم. فلا يجوز لا الشراء على شراء أخيه ولا البيع على
على بيع أخيه. حتى السوم جاء في الرواية ولا يسوم على سومه، إذا انتهى المزاد وأراد أن يبيعها لا تقول له اصبر اصبر أنا عندي زود، ما دام أنه أنهى المزاد وأراد أن يبيعها اتركه، ولا تقول عندي زيادة سوم. نعم. وكونوا عباد الله إخوانا، كونوا عباد الله إخوانا كما أمر الله بذلك، إنما المؤمنون إخوة. نعم. المسلم أخو المسلم، دل على أن هذه الأمور تنافي الأخوة، تنافي الأخوة، التحاسد، التدابر، التباغض، البيع على بيع الآخر، التناجش، كل هذه تنافي الأخوة أو تنقصها. نعم. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. المسلم أخو المسلم، هذا هو الواجب، الأخوة في الإسلام، وما دام أنه أخوه لا يحقر أخاه ويستصغره ويقلل من شأنه، لأنه عند الله عظيم، فلا تحتقر من هو عند الله عظيم وعند الله له قدر ومكانة، لا تحتقره ولا يخذله. إذا حصل عليه ظلم من أحد فلا تترك الظالم، بل انصر أخاك المظلوم، انصر أخاك المظلوم، دافع عنه بالقول أو بالفعل، وأيضا انصر الظالم بمنعه من الظلم، انصر أخاك ظالما أو مظلوما، فلا تخذل أخاك تتركه يظلم وعندك القدرة على نصرته، بل دافع عنه وادفع الظلم عنه مهما أمكن. نعم. ولا يظلمه يا شيخ، ولا يظلمه هو، يعني أول شيء يدفع الظلم عنه، لا يخذله يعني لا يتركه يظلم، ولا يظلمه هو، فلا يتركه يظلمه أحد غيره ولا يظلمه هو، هذا من باب أولى. نعم. التقوى ها هنا، تقوى ها هنا، ما مناسبة قول الرسول صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا بعد أنه لا يخذل أخاه المسلم ولا يحقره ولا، ما المناسبة؟ المناسبة أنك ربما تحقر أخاك وهو تقي في قلبه، في قلبه تقوى لله عز وجل، وهو أحسن منك، فليس العبرة بالمظهر، أنك تحتقره لمظهره أو لسمعته عند الناس أو ما أشبه ذلك، العبرة بما في القلوب لا بالمظاهر، فربما تحتقر من هو تقي القلب فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى. وكررها 3 مرات، أن العبرة بما في القلوب لا العبرة بالمظاهر، إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، فالقلب هو محل النظر من الله سبحانه وتعالى، وأما المظاهر فلا قيمة لها. قال تعالى وإذا رأيتهم، يعني المنافقين، إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، جميل المظهر، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم، عندهم فصاحة تزوير للكلام يجذب السامع، لكنهم في الدرك الأسفل من النار. لماذا؟ لفساد قلوبهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول التقوى ها هنا، التقوى في القلب. لكن يغلط بعض المغالطين إذا نهي عن معصية، عن حلق لحية أو عن مظهر سيء أو عن معصية، يقول ما يضر هذا، التقوى ها هنا، ويفسر كلام الرسول صلى الله عليه وسلم بغير معناه، إن المعاصي لا تضر، وأن المدار على القلب. نعم المدار على القلب، لكن المعاصي تدل على أن القلب فيه فساد، المعاصي
تدل على أن القلب فيه فساد وقلة تقوى لله سبحانه وتعالى. لو كان القلب تقيا لتجنبت هذه المعاصي. هو يحرف كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ويستدل به في غير مدلوله. نعم. وأشار إلى صدره 3 مرات من باب التأكيد. أشار إلى صدره من باب التأكيد 3 مرات أن العبرة ليست بالمظاهر وإنما العبرة بما في القلوب. نعم. وأنه إذا كان القلب تقيا ظهرت آثار التقوى على الأفعال والأقوال، وإذا كان القلب فاسدا ظهرت آثار فساد القلب على الأقوال والأفعال. نعم. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. بحسب امرئ من الشر، يعني يكفي المسلم من الشر أن يحقر أخاه المسلم. هذا رجوع إلى قوله لا يحقره، فإذا حقره فإن هذا دليل على الشر وعلى كثرة الشر عنده. بحسبه يعني يكفيه من الشر أنه يحقر أخاه المسلم. إذن احتقار المسلم شر. نعم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وهذا صرح به النبي صلى الله عليه وسلم في عدة مناسبات، ومنها في خطبته في حجة الوداع لما خطب في عرفة وخطب في منى يوم النحر ويوم النفر. خطب صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع 3 خطب كلها يقول فيها إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، ألا هل بلغت؟ دماءكم، فلا يجوز الاعتداء على المسلم بالقتل وسفك دمه. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بـ1 من 3: النفس بالنفس والثيب الزاني وتارك لدينه مفارق للجماعة. وما عدا ذلك ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، نسأل الله العافية. وأموالكم، الأموال حرام. ولا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. لا يحل، قال صلى الله عليه وسلم، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. هذه الأموال. الأعراض والعرض هو ما يقبل المدح والذم. لا يجوز للإنسان أن ينتهك عرض أخيه بالقذف أو بالغيبة أو بالنميمة أو بفعل الفاحشة، كل هذا حرام. المسلم كله حرام، دمه وماله وعرضه. نعم. ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. هذا كالحديث الذي قبله إلا أنه يختلف في بعض الألفاظ. تعيده جملة جملة. نعم. قال: المسلم أخو المسلم. المسلم أخو المسلم، هذا تقرر وثبت أن الإسلام يقتضي الأخوة. الإيمان والإسلام يقتضيان الأخوة بين المسلمين والمؤمنين بموجب الإيمان والإسلام. نعم. لا يظلمه ولا يسلمه. لا يظلمه، لا يقع منه ظلم عليه في نفسه أو ماله أو عرضه. ولا يسلمه، هذا مثل لا يخذله فيما سبق، يعني لا يتركه يظلم وهو يقدر على نصرته. لا يسلمه للظالم، يتركه يظلم وهو يقدر على نصرته. نعم. ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته.
من سعى في حاجة أخيه لحل لإزالة الحاجة عنه، من سعى في قضاء حاجة أخيه فإن الله يكون في حاجته، يعني يعينه ويوسر له حاجته، لأن الجزاء من جنس العمل. فكما تقضي حاجة أخيك المؤمن فإن الله سبحانه يجازيك على ذلك ويقضي حاجتك، وأنت المحتاج إلى الله عز وجل. نعم. ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. نعم، الكربة هي الشدة في الأمر، كأن ينزل بالمسلم شدة في أمر من الأمور، إما عسرة وليس عنده شيء، أو دين ركبه ولا يقدر على سداده وضايقه الغرماء، أو أي حاجة، أو احتاج حاجة شديدة لإنفاق على نفسه أو على ضيفه أو على، فإذا قضيت حاجته في هذه الكربة التي أصابته ونفستها عنه فإن الله جل وعلا ينفس عنك كربة، أنت نفست عن أخيك كربة من كرب الدنيا، فجزاؤك أن الله ينفس عنك كربة من كرب يوم القيامة، وكرب يوم القيامة أشد من كرب الدنيا، هذا فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى، ويدل على الحث على تفريج كربات المكروبين. نعم. ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. كذلك من حق المسلم على المسلم أن يستره، إذا رأى منه زلة أو هفوة فإنه يناصحه فيما بينه وبينه، ولا يتحدث عنه في المجالس أو ينشر ما حصل منه بالغيبة والنميمة. فإذا سترت على أخيك ما رأيت عليه وناصحته فإن الله يسترك في الدنيا والآخرة، يسترك إذا حصل منك زلة سترها الله عليك ولم يفضح، كذلك في الآخرة يسترها الله عليك ولا يحاسبك عليها ويعاقبك عليها، لأن الجزاء من جنس العمل. فهذا فيه الترغيب في الستر على المسلمين مهما أمكن الستر، فإنه يستر على المسلم. وما من أحد يسلم من الزلات والأخطاء، فعليك بمعالجة الأمر بدون الفضيحة وبدون الإشهار. نعم. ولهما عن أنس رضي الله عنه مرفوعا: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هذه قاعدة عظيمة. اجعل أخاك بمنزلة نفسك، فما تحبه لنفسك تحبه لأخيك، وما تكرهه لنفسك تكرهه لأخيك. اجعل نفسك هي الميزان، فما لا ترضاه لنفسك لا ترضه لأخيك، وما رضيته لنفسك فأرضه لأخيك من الفرح والسرور وغير ذلك من المرغوبات. نعم. وللبخاري عنه مرفوعا: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، فقال رجل: يا رسول الله، إن كان ظالما كيف أنصره؟ قال: تحجزه وتمنعه من الظلم، فذلك نصرك إياه. انصر أخاك ظالما أو مظلوما، المظلوم نصره عرفناه، تدفع عنه الظلم مهما استطعت بالقول وبالفعل وما تستطيع بدفع الظلم عنه، ولا تسلمه أو تخذله تتركه للظلمة مهما أمكنك. ومن الظلم الذي يقع على أخيك إذا سمعت أحدا يغتابه في مجلس أو يتكلم فيه في مجلس، فمن نصرته أنك تدافع عنه وتنكر على هذا المغتاب، هذا من نصرة أخيك. ومن كف عن عرض مسلم كف الله عنه النار يوم القيامة، كف الله عن وجهه النار يوم القيامة.
أما نصرة المظلوم هذه مشكلة، كيف تنصر المظلوم؟ يعني تساعد المظلوم على ظلمه؟ لا، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن نصرته أن تمنعه من الظلم، منعه من الظلم هذا هو نصره. نعم. فإذا رأيت أحدا يظلم الناس أو رأيت أحدا يغتاب الناس أو يشي بهم فإنك لا تتركه على ظلمه، بل أو رأيت أحدا يضرب أحدا ظلما فإن من نصرة أخيك، من نصرة هذا الظالم، لأن الظالم أخ لك، الظالم لا يخرجه ظلمه عن الأخوة وعن الإسلام، هو أخ لك، فتمنعه من الظلم. قال انصر أخاك ظالما أو مظلوما، فدل على أن الظالم أخ لك، فإنك يجب عليك أن تمنعه من الظلم، هذا نصره. أما إذا ساعدته على الظلم فقد خذلته. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى: والله تعالى أعلم. انتهى الكتاب والحمد لله، ونسأل الله أن يغفر للمؤلف الشيخ ويجزيه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، وبنهايته تنتهي الدروس في هذا العام، فنسأل الله لنا ولكم التوفيق للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك فيكم ونفع بعلمكم. نعم. جمهور أهل العلم على أنه لا يجوز القنوت في صلاة الفجر إلا في النوازل التي تنزل بالمسلمين كتسلط العدو وما أشبه ذلك، أو ينزل بهم وباء غير الطاعون فيقنتون في صلاة الفجر ويدعون الله عز وجل أن يزيل عنهم هذه النازلة. أما في غير النوازل فجماهير أهل العلم على أنه لا يشرع القنوت في صلاة الفجر. نعم. سلام الله عليكم فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ، هل يجوز فعل الخيرات بمال حرام مثل بناء المساجد والمستشفيات وجزاكم الله خيرا؟ المال الحرام إذا تاب منه صاحبه، إذا تاب منه صاحبه، لأن بعض الناس يقول أنا أباخذ المال الحرام وأصرفه على المشاريع الخيرية وبستمر على هذا الشيء، لا، هذا لا يجوز لك، يجب أن تترك التعامل بالحرام. فإذا تركته وانتهيت وعندك أموال مجتمعة أخذتها وقبضتها فإنك تتخلص منها بوضعها في مشاريع عامة، لأن هذا مثل المال الضائع الذي ليس له مالك، يوضع في المشاريع العامة كإصلاح الطرق وسقاية الماء وما أشبه ذلك، أو في دورات المياه التي يحتاجها الناس. أما المساجد فتنزه عن هذا الكسب، ولا تعمر المساجد من المكاسب المحرمة.
إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. نعم. الصلاة جائزة في المكان ولو كان مغصوبا أو مبنيا بمال حرام، الصلاة جائزة لأنها متكاملة الشروط والأركان والواجبات فهي جائزة، لكن الذي عمل هذا العمل لا يؤجر على عمله ولا يثاب على عمله. نعم. بينوا له أن هذا غير مشروع، بينوا له بيانا بدون قسوة وبدون عنف، بينوا له أن هذا غير مشروع في هذا الموطن، فالأيدي لا ترفع بعد الفريضة، إنما هذا بعد النافلة، إذا صلى نافلة ودعا فلا بأس أن يرفع يديه، أما بعد الفريضة هذا لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو بدون رفع يدين. وأما ما ذكر من أنه ينفث يديه ويمسح بهما رأسه وجسمه، هذا أيضا لم يرد في هذا الموطن، إنما ورد هذا عن الرسول صلى الله عليه وسلم عند النوم، عندما يريد النوم عليه الصلاة والسلام، فإنه ينفث في كفيه ويقرأ الفاتحة وسورة الإخلاص والمعوذتين ويمسح بهما على رأسه وما أقبل من جسده عليه الصلاة والسلام. نعم. الماء الطهور، وأنزل من السماء ماء ليطهركم به، وأنزلنا من السماء ماء طهورا، فالماء الطهور هو الذي يستعمل في الطهارة من الحدث تغسل به النجاسة، والماء الطهور هو الماء الباقي على خلقته الذي لم يتغير بنجاسة، لا يتغير لونه بنجاسة أو طعمه بنجاسة أو ريحه بنجاسة، فإن تغير بنجاسة أحد أوصافه فإنه نجس فلا يجوز استعماله. قال صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة تحدث فيه. نعم. إذا كنت وصلت إلى بلد ناوي الإقامة فيها أكثر من 4 أيام فإنك تتم الصلاة من أول ما تصل، ينقطع السفر بأول قدومك فتتم الصلاة ولا تقصرها 4 أيام ثم بعد ذلك تتمها، هذا غلط. من أول ما تصل وأنت ناوي للإقامة أكثر من 4 أيام
فإنك تتم الصلاة. نعم. السلام عليكم. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ وفقكم الله، بالنسبة للصلاة بين الأعمدة التي تمطر الصفوف في بعض المساجد، هل في ذلك إشكال خصوصا في يوم الجمعة؟ يكره الوقوف بين السواري التي تقطع الصفوف إلا إذا ازدحم المسجد واحتاجوا لما بين السواري، فلا بأس أن يصلوا فيها فيما بينها لأجل الحاجة، لأن الكراهة تزول عند الحاجة. نعم. السنة أن تفطر، هذا هو الأصل، السنة أن تفطر، لأن الله علق الإفطار بالسفر، فالسنة أن تفطر، لأن هذا رخصة، والله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم في رمضان إذا سافر، كان يفطر عليه الصلاة والسلام. وأما إذا كان الإنسان أرفق به أنه يصوم، لأن الأداء أرفق عنده من القضاء، فلا بأس أن يصوم في السفر إذا كان هذا أرفق به، فهذا شيء راجع إليه. لكن الأصل أن الإفطار أفضل، هذا هو الأصل. وإذا عارض ذلك أنه أرفق به هو، فلا مانع أن يصوم. نعم. عند القدوم من السفر المعانقة، أما في السلام في داخل البلد والحضور من غير سفر، إذا التقوا يصافح بعضهم بعضا بدون معانقة. نعم. يعني ما هو كل الظن، الظن فيه شيء صحيح، فالله جل وعلا لم يجعل الظن كله إثما، وإنما جعل بعضه، وإذا كان بعضه إثم فإنه يتجنب الكثير منه من باب الاحتياط، هذا من باب الاحتياط لئلا يقع في القليل الذي هو إثم. نعم. هذا صدر فيه قرار من هيئة كبار العلماء بأنه حرام، لأنه جمع بين عقدين مختلفين في الأحكام، ولأن البيع المنتهي بالتمليك مجهول متى ينتهي ومتى ما تكون عليه السلعة عند النهاية، ما تكون عليه السيارة عند النهاية، قد تكون لا تساوي شيئا، هذا شيء مجهول، والبيع يشترط فيه المعلومية، معلومية الثمن ومعلومية المثمن. نعم. ففيه جهالة وفيه غرر. نعم. أحسن الله إليكم. ما حكم الصلاة في الملابس التي فيها صور ذوات أرواح؟ لا يجوز لبس ما فيه صور لذوات الأرواح، حمل الصور حرام ولا يجوز، هذا استعمال للصور، استعمال للصور وحمل لها، والمأمور به تلاف الصور وإهانتها، فإذا لبسها فقد أكرمها ورفعها. نعم. سائل يقول: عندي أم مريضة وعمرها أكثر من 80 عاماً،
ترك الصلاة ليس له كفارة، لكن إن كانت ذهولها وغيبوبتها قليلة دون 3 أيام فإنها تقضي إذا صحت وزالت عنها الغيبوبة تقضي ما على حسب حالها، تقضيها على حسب حالها. أما إذا كانت الغيبوبة كثيرة تزيد على 3 أيام فليس عليها قضاء، لأنه يزول عنها التكليف، الغيبوبة الكثيرة التي تزيد على 3 أيام. وتحديد ب3 أيام لأنه ورد عن بعض الصحابة أنه أغمي عليه 3 أيام فلما صحى قضى ما عليه من الصلوات. نعم. على حسب العادات، إذا كان من عادة البلد أو المنطقة هذا الشيء فهذا من المباحات لا بأس به، أو كان هذا التخضيب للعلاج في طب فهو يستعمله لأجل العلاج فلا بأس أيضا بذلك. نعم. لا بأس بذلك. نعم. هذا الشيخ معلش. نعم. كان مسكر عنهم اللايف. منهم؟ قبل الفترة ما سمعوه مسكر. أقول لا بأس بذلك، إنه يقرأ على الصفة التي يرتاح لها، إما بالسرعة وإما بالتأني، هذا راجع للقارئ ونشاطه وحاجة الحاضرين. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما حكم لعب كرة القدم وما حكم مشاهدة المباريات؟ ما حكم إيش؟ أعيد السؤال. لعب الكرة والرياضة الأصل لا بأس بها إذا فيها تقوية للبدن، وفيها تقوية للبدن كالركض والمسارعة المسابقة على الأقدام، أو لعب الكرة إذا كان فيها تقوية للبدن ومنفعة للبدن، لكن لا تشغل عن الصلاة، لا يكون فيها كشف عورات. وأما مشاهدة المباريات الإكثار من ذلك فهذا ضياع للوقت، لا يكون الإنسان ليس له هم إلا مشاهدة المباريات، لأن هذا يأخذ عليه الوقت وربما يشغله عن الصلاة ويشغله عن أمور مهمة. لكن لو شاهدها بعض الأحيان، وهي ليس فيها منكرات، لو شاهدها بعض الأحيان بوقت قليل لا بأس. نعم. هذا على حسب نيته، إذا نوى باللعنة الطلقة تكون طلقة حسب نيته، أما إذا لم ينوي ذلك فهذا إثم ولا يجوز، وعليه أن يستغفر ويطلب منها المسامحة. نعم. الذي يستطيع أنه يذهب إلى المسجد يذهب إلى المسجد ويجيب المؤذن، وأما إذا كان هناك مانع من الذهاب إلى المسجد كأن يتشتت الناس، بعضهم لا يصلي والصلاة في مكان العمل أحزم وأضبط للمصلين، أو كان الذهاب إلى المسجد يفوت عملا مطلوبا، فلا بأس أن يصلوا في مكانهم. نعم. سائل يقول: ما حكم الدعاء على ظالم
هذا لم يرد أنه يدعو على الظالم في عند الكعبة أو في الحجر، هذا لم يرد، ولكن يباح له أن يدعو على الظالم في أي مكان ودعاؤه مستجاب، ولكن الأفضل أن لا يدعو عليه، الأفضل أن يصبر وأن يحتسب الأجر من الله عز وجل ويصبر، وإن سمح عمن ظلمه هذا شيء طيب، إذا سمح عنه وعفى عنه فهذا أطيب وأحسن، وإذا أراد الدعاء يدعو عليه إذا تحقق أنه ظالم له يدعو عليه في أي مكان. نعم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك فيكم ونفع بعلمكم، ونستأذن معاليكم في التنويه لأن درس معالي الشيخ سعد الشثري سيكون بعد صلاة العشاء إن شاء الله. وأما أسئلة الحضور فهذا سائل يقول: أحسن الله إليكم، من المعلوم أن كفر إبليس هو كفر إباء واستكبار، فلو ترك المسلم واجبا من واجبات الشرع عن إباء واستكبار هل يكون كافرا؟ وهل يعد هذا من التكفير بترك الأعمال؟ نرجو التوضيح. إذا تركه إباء واستكبارا يصير كافرا، أما إذا تركه تكاسلا وطاعة لنفسه وشهوته لا يكون كافرا، يكون عاصيا. نعم. أحسن الله إليكم، هل يعتبر السكوت عن أخطاء بعض الكتاب والدعاة التي تنشر في المجلات أو في الجرائد أو في وسائل الإعلام من الستر على المسلمين؟ لا، هم لم يستروا أنفسهم، صرحوا، ولو تركوا لظن الناس أن كلامهم صحيح، أن كلامهم صحيح، فلا يتركون. من عنده المقدرة على الرد يجب عليه أن يرد لأجل إبطال كلامهم. نعم. أثابكم الله، هذا سائل يقول: لدينا في مدينة الطائف مسجد عداس، وهو مقام في منطقة المثناة، ويقال أنه بالقرب من المكان الذي التقى فيه النبي صلى الله عليه وسلم بعداس، فما حكم الصلاة في هذا المسجد؟ لأنني سمعت بعض طلبة العلم يقول لا تجوز الصلاة فيه إذ هو مقام على هذه الذكرى، علما بأن الأوقاف تقوم برعايته وإدارته. أول شيء، ما ثبت أن هذا هو المكان الذي التقى فيه النبي صلى الله عليه وسلم بعداس. ثانيا، لو ثبت الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتخذه مصلى ولا أمر بعمارته وإقامته، الصحابة ما أقاموه ولا عمروه، إنما هذا شيء فعله الخرافيون من بعدهم، فلا تجوز الصلاة فيه، الصلاة فيه لا تجوز لأنه مسجد محدث، وكون الأوقاف أنها تعمر هذا خطأ، هذا لا شك أنه خطأ، ولا يجوز للأوقاف، الواجب أن تهدمه وأن تزيله، هذا الواجب عليها. نعم. أحسن الله إليكم، يقول فضيلة الشيخ: ورد في فتوى لكم أن المظلوم إذا دعا على من ظلمه، لكن ما أظن الأوقاف، أظن يقصد الآثار، الآثار أنها تحميه وتبنيه، هذا غلط ما في شك. نعم. ما أظن إن شاء الله أن الآثار، إن الأوقاف تبي تبني أبدا أو تعمره. نعم. أحسن الله إليكم، يقول: ورد في فتوى لكم أن المظلوم إذا دعا على من ظلمه فقد أخذ حقه، فهل لنا أن توضحوا هذه العبارة؟ نعم نعم، إذا دعا عليه فقد اقتص منه، إذا دعا عليه فقد اقتص منه، ولذلك الأفضل أن لا يدعو عليه. نعم. أحسن الله إليكم، درجة الصديقية وصف بها أبو بكر رضي الله عنه، فهل تتحقق في أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة؟ الصديق كثير الصدق، ليس هذا خاصا بأبي بكر رضي الله عنه، كثير الصدق الذي لا يجرب عليه كذب هذا صديق، قال صلى الله عليه وسلم: ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. لكن الذي اشتهر بهذا وعرف بهذا هو أبو بكر رضي الله عنه، فهو أفضل الصديقين، هو أفضل الصديقين،
وليس هذا محصورا فيه، بل يمكن أن ينطبق على كل من اتصف بهذه الصفة أنه لا يكذب، يصدق ويتحرى الصدق دائما ولا يتعمد الكذب. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا رجل أصلي صلاة الظهر أحيانا قبل أذان العصر بنصف ساعة، وذلك لأن عملي يكون أحيانا في الليل 12 ساعة حتى الساعة 9:30 صباحا، ولا أستطيع أن أصلي مع الجماعة في الظهر وأصلي قبل أذان العصر، فهل يعتبر هذا قضاء أو أداء في وقتها؟ أفيدونا أثابكم. لا، هو إذا أديت الصلاة في وقتها ما بين زوال الشمس إلى دخول وقت العصر فقد أديتها في وقتها، لكن تبقى الجماعة، أنك تركت صلاة الجماعة، أنت أديتها في الوقت ولكن تركت واجبا آخر وهو ترك صلاة الجماعة. صل مع الجماعة الظهر ثم نم بعد الصلاة حتى يكون نومك موافقا للراحة وأديت الواجب عليك وهو صلاة الجماعة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم ترك أحكام التجويد التي لا تغير الحروف والمعاني كترك الإخفاء والغنة والإدغام وغيرها؟ الواجب والفرض أن تقرأ القرآن خاليا من اللحن الإعرابي، اللحن الإعرابي، فلا ترفع المنصوب أو تنصب المخفوض، أو لازم تقرأ على الوجه اللغوي والوجه النحوي، هذا هو الواجب. أما قضية أحكام التجويد فهذه مكملات ومستحبات ليست واجبة، فإن عرفتها وعملت بها فقد فعلت مستحبا، وإن تركتها فلا إثم عليك. نعم. أثابكم الله. يقول: أملك بيتا وقد عرضته للبيع وأنا متردد بين بيعه وإبقائه، فهل عليه زكاة؟ لا، ما دمت لم تجزم ببيعه أنت متردد فليس فيه زكاة. نعم. هذا آخر سؤال أثابكم الله. يقول السائل: إذا فقدت شيئا داخل المسجد وكان ثمينا، هل علي من حرج أن أسأل المصلين داخل المسجد عنه، وهل يعتبر ذلك من إنشاد الضالة؟ نعم، هذا هو إنشاد الضالة، لا تسأل عنه في المسجد، اخرج خليك عند الباب الذي يخرج، أو إن كان المسجد عدة أبواب اجعل على كل باب واحد يقول من رأى كذا وكذا خارج المسجد، أما داخل المسجد فلا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم، بارك فيكم.